طايا دو زبر الطي يا زبريا طي طايا زبر الطي يا زبريا طي همزة ميم دو زير إم ميم زبرما إم همزة ميم زير إم ميم زبرما إم ذال لام دو زبر ذل لام زبر لا ذل ذال لام زبر ذل لام زبر لا ذل فارا دو بيش فر را زبر را فر را فارا بيش فر را زبر را فر را همزة نون دو زر إن نون دو بيش نون إن نون همزة نون زر إن نون دو بيش نون إن نون هبطا لام زبر قل لام دو زر لن قل لن طالام زبر قل لام دو زيل طل قاف تا زبر قط تا زبر تا قط تا قاف تا زبر قط تا زبر تا قط تا همزة لام زبر ال لام زبر لا ال همزة لام زبر ال لام زبر لا ال همزة واو زبر او واو زبر وا او همزة واو زبر او واو زبر وا أو لام دال زبر لد دال زبر دا لد لام دال زبر لد دال زبر دا لد لام كاف بيش لك كاف بيش كو لك كو لام كاف بيش لك كاف بيش كو لك كو لام كاف بيش لك كاف بيش كو لك كو عين تا زبر عد تا زبر تا عد تا عين تا زبر عت تا زبر تا عت تا ميم وو زير ميو وو زبر و ميو و ميم وو زير ميو وو زبر و ميو و ميم يا زبر مي يا بيش يو مي يو ميم يا زبر مي يا بيش يو مي يو همزة ميم زير إم ميم زبر ما إما همزة ميم زير إم ميم زبر ما إما عين ميم زبر عم ميم زبر ما عم عين ميم زبر عم ميم زبر ما عم عين ميم زبر عم ميم زبر ما عم نون غنة ميم وو دو بيش مو وو زبر و مو و ميم وو بيش مو وو زبر و مو و طالب علم کو بتائیں کہ تنوین کے بعد جب حرف مشدد آئے تو بجائے دو زبر کے ایک زبر بجائے دو زیر کے ایک زیر بجائے دو پیش کے ایک پیش سمجھو اور تنوین کے بعد اگر حرف مشدد واو یا ہو تو ملاتے وقت نون غنہ کی آواز نکالو جزم والے حرف کے بعد اگر تشدید آ جائے تو جزم والے حرف کو چھوڑ کر تشدید والے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں اگر تشدید والا حرف واو یا ہو اور درمیان میں نون آ جائے تو ملاتے وقت نون غنہ کی آواز نکالو تلفظ باریک قلم سے لکھ دیے ہیں